فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم السفر إلى بلاد الكفار لغرض السياحة فقط؟ لا يجوز لغرض السياحة، ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ذهبت، لأن اللي سافر إلى بلد الكفار ويشاهد المنكرات والكفر يتساهل، إذا رجع إلى متساهل ولا ينكر شيء، فلا يجوز هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.